ومن أجل إشعاع الثقافة للجزائر، وعملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإشراك الجالية الوطنية بالخارج في الشأن الثقافي، يسعدني أن أعلن عن تأسيس أوركسترا الجزائر السيمفونية الدولية بمشاركة موسيقيين جزائريين مقيمين بالخارج والعازفين في أكبر الفرق الأوركسترالية العالمية من مختلف دول العالم، وهي الأوركسترا التي ستطلع بالتعريف بالموسيقى الجزائرية في المحافل الدولية وفي كل أرجاء العالم.